زكريا الغفولي هو مغني مغربي اكتشفه الناس في سنة 2010 بمسابقة المواهب، وعنده مجموعة من الأغاني مغربية. بديت الفن سنة 2010 بمسابقة استوديو دوزام وفوالا، ومن بعد درت إنتاجات خاصة، ومن بعد مشيت شاركت برنامج عربي في دبي The Winner Is، وفوالا تما اكتملت المسيرة بأغاني واحدة أخرين حتى وصلنا الحمد لله لهذا الكم الأغاني. صراحة أنا ما كنسمعش داك ستيل بزاف، ما نقدرش نقول لك ماشي سي با لو ستيل اللي كنسمعو، ولكن كيبقى اختيار وعنده جمهور كنحترم الجمهور ديالو. السيل اللي اختاريته هو ستيل مغربي، يعني كأغاني مغربية بلحن مغربي وتوزيع مغربي، وفي واحد اللمسة ديال التراث ديالنا. كاين أغاني أخرى فيها، يعني درت بزاف ديال السيل، درت لغاي، درت الهاوس، يعني مجموعة من الستيل، ولكن كيبقى الستيل الأساسي هو تمغربيت. أغنية بهرة بهرة هي الأغنية اللي من بعد حبينو، يعني حبينو الحمد لله بعد النجاح ديالها، كان اتصال مع الكاتب والملحن أنوار مقدور وصيفط لي مجموعة من لي ماكيت حتى وقع الاختيار على بهرة بهرة. ومن بعد كانت عندي الفكرة أنني نصورها في شلالات أوزود، لأنني كان عندي واحد المهرجان في ديك المنطقة. صافي وصدرت الكليب والحمد لله فرحان بالأصداء ديالو. أرقم تيريغ بهرة بهرة هي اللي كتعني كان بغيك بزاف بزاف، هبلتيني يعني حمقتيني، ظهرة ظهرة يعني باينة باينة يعني واضحة. سهرات قدمتهم في، يعني بالإضافة إلى المغرب كاين أوروبا، الدول الأوروبية، كاين فرنسا، كاين هولندا، كاين بلجيكا، ألمانيا، إسبانيا، كاين كندا يعني في القارة الأمريكية، كاين ذلك دول الخليج، دبي، أبو ظبي. دخلت بهرة بهرة، دخلت طندونس فرنسا، بلجيكا، إيطاليا، هولندا كذلك. ولا كنت في مراتب في الطندونس، وي لأن كاين المغاربة تما والعرب كيعيشوا بزاف، يعني كان نسبة الاستماع كبيرة تما. يعني الفيديوهات الأكثر رواج اللي تيكونوا في المغرب الحاجة اللي كتكون عليها إقبال، والحمد لله بهرة كانت من هاد الفيديوهات الأكثر إقبال، لأنها بقات أكثر من 25 يوم في طندونس وتصدرات الحمد لله وصلت المرتبة الثانية الثالثة، يعني بقات مدة طويلة وهادشي كيفرح بزاف. والطندونس يعني هي الميولات اللي كاينة ديال الشعب المغربي، وانا فرحان ان باهره وكذلك حبينو قبل، وكاع الاغاني الحمد لله اللي خرجت كانت كتكون في الطوندونس المغربي، هادشي كيفرح. كنت انسبيرا من التراث اون جينيرال، ما كاينش فنان بالضبط كنت انسبيرا منه، يعني اي حاجه مزيانه في التراث راه كنت كتعجبني كناخذها، ماشي ما كاينش فنان بالضبط. بزاف ديال الفنانين يعني اللي تعاملت معهم مؤخرا، فنان انوار مقدور، كذلك الموزع نوح العبدي، فنان محمد الشرابي، المخرج حسن القرفطي، بزاف. المشاريع المستقبلية إن شاء الله غتكون واحد الأغنية بفيديو كليب غيكون مباشرة من مور رمضان، بالإضافة إلى حفلات ومهرجانات داخل وخارج المغرب اللي غنعلن عليها عن كتب في لاباج وفي الانستغرام أوفيسيال ديالي، وغيكون عمل جديد إن شاء الله من مور رمضان، الموضوع مختلف تماما على المواضيع اللي كانت قبل، ونتمنى إن شاء الله يرق الجمهور. وتقريبا السيل المغربي كاين ولكن الكلمات والموضوع مختلفين. كنبغي نشكر كاع المتتبعين ديال زكريا الغفولي في مواقع التواصل الاجتماعي، كنشكركم على لي كومونتير ديالكم الايجابيه وكذلك السلبيه، لان اي واحد كيكون انتريسي بزكريا الغفولي كيكومونتي عليه، لي بارطاج ديالكم وان بكم قدرت الاغنيه توصل لمراتب كبيره، هادشي كيفرح بزاف. وكنبغي نقول لموقع الدار تبارك الله عليكم وشكرا لكم وشكرا على الحوار ديالكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.